بقول له استاذ هاني شاكر ده قدوة لينا، واحنا طبعا طلعنا بيان وفيديو ان احنا بنتاسف لهم وبنتاسف لكل الناس اللي سمع اي لفظ مننا، وان شاء الله دي مش هتتكرر تاني ان شاء الله. هل ممكن يحصل تعاون ما بينك وما بين رضا البحراوي الفتره اللي جايه؟ اكيد اكيد. ليه؟ انا ورضا اخوات، انا واي حد في المجال اذا كنت انا هضيف له او هو هيضيف لي احنا كلنا واحد وكلنا بناكل عيش وربنا يكرم الجميع ان شاء الله.